الطوابع البريدية العربي برسم سنة 2018 احتضنتها مدينة وجدة باعتبارها عاصمة الثقافة العربية، وانعقاد هذا المعرض أصبح عرفا متعارف به في بين دول أو البلدان الأعضاء لجامعة الدول العربية باحتضان عاصمة الثقافة لمعرض خاص بالطوابع البريدية. ويشارك في معرض هذه السنة بمدينة وجدة 11 دولة عربية بالإضافة إلى 12 جمعية مغربية مختصة في هواية جمع الطوابع. وميزة وخصوصية هذه الدورة من المعرض العربي الطوابع البريدية أنها احتضنت بريد فلسطين كضيف شرف للنسخة الحالية من المعرض العربي للطوابع البريدية. طبعا هذه المساهمة تأتي في إطار التعريف بالطوابع البريدية وأهمية الطوابع البريدية ونشر ثقافة هواية جمع الطوابع البريدية. نحن مشاركين بمجموعتين، مجموعة الطوابع المملكة من 1951 لغاية 1968، ومجموعة طوابع بريدية ما بعد ثورة 17 فبراير، مجموعة متكاملة من سنة 2012 لغاية سنة 2018. نعتز في مشاركة مؤسسة البريد السعودي من المملكة العربية السعودية بالمعرض العربي السادس في المغرب بمدينة وجدة، وكانت مشاركة جيدة وفيها جميع الدول العربية المشاركة وأيضا المحاضر والورش العمل وأيضا الزائرين لهذا المعرض، وصراحة نحن سعيدين في هذه المشاركة وأتمنى لهم التوفيق والنجاح. الطوابع البريدية والعملة القديمة يستطيع الطفل من خلاله أن يكتسب دور البريد، دور العملة، يتعرف على الطوابع البريدية للوطن وخارج الوطن، هو شيء جميل يمكننا من فتح آفاق للصغار. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.